السلام عليكم، معك أسامة البهنسي. كنت حابب النهاردة أتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا. ليه الناس بتحب تشتري بس ما بتحبش البيعين، أو بمعنى أصح ما بتتعاونش مع البيعين؟ الشراء متعة عند البشر لدرجة إن في ناس بيتصنفوا إن هما مدمنين شراء، وفي نوع تاني من الناس لما بيبقى مخنوق جدا بينزل يشتري. طيب ليه بقى الناس بتحب تشتري وما بتحبش حد يبيع لها؟ او بمعنى اصح ليه العملاء ما بيحبوش البياعين؟ مش عايزك تشوف الموضوع من عينك انت كمسوق او بياع، لا، انا عايزك تبص للموضوع من منظور العميل. وان جيت للحق، انت في بعض الاحيان بتبقى عميل لبياعين كتير، زي هدوم، تليفون، اي منتج انت بتشتريه في اللحظه دي انت بتبقى عميل لبياع تاني. ليه بقى انت ما بتحبش البياع ده؟ لانه بكل بساطه البياع بيدخل يقطع عليك متعه الشراء، وبيفرض عليك رايه ومصلحته هو. ولو فكرنا في القرارات الشرائيه الكبيره زي شقه، فيلا، برنامج، ابلكيشن يكلفك ملايين الدراهم، القرارات دي بتبقى صعبه. العميل فيها بيبقى متوتر جدا، خايف، قلقان، مش حاسس بالامان على فلوسه وعلى مصلحته. دايما لازم تاخد بالك من نقطة مهمة جدا، العملية البيعية بتكون مليانة توتر وشد، لان في اغلب الاحيان البياع بيكون تركيزه كله منصب على جيب العميل ومصلحته والمشتريات، وعايز ابيع اكتر. ولما العميل بيحس الاحساس ده بيخش معاك في صدام شديد جدا، انا كمان عايز اخلي بالي من فلوسي وعايز احافظ على جيبي وعلى اللي في جيبي. فهنا بتبدأ، مش عايز اقول المعركة، بس هنا بيبدأ الشد والتوتر، وده بيكون بسبب ان انتوا الاتنين مركزين على نفس الحاجة. لكن لما تركز على عقل العميل، ايه اللي هو محتاجه، اهدافه اللي عايز يحققها، المشاكل اللي عايز يحلها، الظروف اللي هو عايش فيها، ساعتها بس البياع بيقدر يكسب عقل العميل وجيبه كمان. الانسان بطبيعة تفكيره ما بيحبش الافكار المفروضة عليه، وخصوصا لما بتيجي من بره، بيحب تكون افكاره هو اللي مفكر فيها جواه، خصوصا لو الافكار دي بتتعارض بقى مع افكاره اللي جواه. ويزود على ده كله القلق والتوتر اللي بيزيد ساعة الازمات الاقتصادية. التوتر بيزيد والقلق بيزيد والعمليات الشرائية بتقل جدا. علشان كده انت كسيلز لازم تكون عارف كويس جدا ان وظيفة البياع هي تطوير ادراك العميل، انك تعرف كويس قوي تبيع له قيمة المنتج اللي انت بتبيعه له بالطريقة اللي تناسبه هو. وخلينا نكون واضحين وصراحة مع بعض، ده استحالة يجي لما البياع يفرض رأيه ومصلحته هو على رأي العميل ومصلحة العميل. انما ده هيحصل لما انتوا الاتنين تقعدوا وتتكلموا وتشوف العميل عاوز ايه، احتياجاته، وتشوف عرضك ازاي هتوظفه لاحتياجات العميل بتاعك ده. في العملية البيعية لازم البياع والعميل يتعاونوا في تشكيل الافكار، مش من جانب واحد ابدا، لا، بينهم هما الاتنين. في الحالة دي العميل مش هيحس اطلاقا ان الافكار دي مفروضة عليه، بل بالعكس تماما، الافكار دي جاية من حد خايف على مصلحته قوي وفاهم كويس قوي اللي بيبيعه، وبيتحرك معاه في افكاره بهدوء وسلاسة. صدقني لما توصل للمرحلة دي انت كده كسبت عميل مش كسبت بيعة، فرق شاسع جدا. وكل اللي بيشوفني عارف الفرق الكبير بين ان انت تكسب بيعة وان انت تكسب عميل. سلام عليكم.